في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على بدايل لـ I don't know أو أنا معرفش. يلا بينا. أول بديل لـ I don't know هو خمس حروف don't know. ودي أصلا الطريقة اللي احنا بننطق بيها I don't know بسرعة، بنشيل الضمير والT بعد الN ما بتتنطقش فبنقولها don't know. مثال don't know if it's his car or not، أنا معرفش إذا كانت دي عربيته ولا لأ. don't know. تاني بديل معانا هو I have no idea، أنا ما عنديش أي فكرة. Example I have no idea about the exams، أنا ما عنديش أي فكرة عن الامتحانات، هتسقط على فكرة. تالت بديل هو I have no clue، ومعناه برضو أنا ما عنديش أي فكرة ومش محتاجين مثال ليه يعني. I have no idea، I have no clue. رابع بديل هو who knows، يعني مين اللي يعرف. يعني مثلا خلينا أسألك بقولك الكورونا دي هتخلص إمتى والناس هترجع لطبيعتها كده والدنيا والحياة، أقولك who knows، مين اللي يعرف، يعني كله بعلم الله يعني who knows. في عندنا بديل تاني كمان وهو مصطلح اسمه your good is as good as mine، your good is as good as mine. خلينا نقول ان احنا قاعدين في محاضرة فيزياء مثلا والدكتور بيشرح احنا مش فاهمين اي حاجة، فقول لك ولا محمود انت فاهم هو بيقول ايه، فقول لك your good is as good as mine، يعني احنا الاثنين طول الله في برسيم واحنا الاثنين حمير. your good is as good as mine، يعني لا انا فاهم ولا انت فاهم. عندنا بقى بديل حلو قوي بتستخدمه في المواقف لو واحد بيسألك كتير او واحد بيسألك كتير وانت عاوزة تدي له وش عشان ما يسألكيش تاني، اسمه how should I know، اعرف منين، يعني انا اعرف انت بتسألني اسئلة غريبة وغير منطقية. how should I know. عندنا كمان بديل مؤدب جدا لي I don't know اسمه I'm not sure، يعني انا مش متأكد، مش عاوز تقول لواحد انا معرفش خالص بس عاوز تقول له ايه I'm not sure، مش متأكد، ممكن اتأكد بعدين، I'm not sure. تامن بديل وده بديل لازم تستخدمه مع مديرك في العمل لان مديرك متوقع منك انك تبقى عارف كل اجابة، فما ينفعش تقول له I don't know. مثلا بيسألك مثلا بيقول لك الفواتير فين بتاعت اخر شهرين، فتقول له مثلا ايه، لما تقولوش ما تعرفش قول له let me find out، وتبتسم كده ابتسامة حلوة فيها سوبرمان، يعني خليني اشوف let me find out، يعني خليني اعرف، اوعى تقول له I don't know. فده بديل تستخدمه مع حد مش عاوز تقول له I don't know او خايف انك تقول له I don't know وعاوز تقول له ان انا هلاقي حل. let me find out. if you like the video ما تبخلش علينا في الشير. سلام.